عشان تدي ان هو تقدر تحاسبه بعد كده، وفي نفس الوقت يبقى هو عنده تحقيق هدف بطريقته، اديله هو الجهاز المعاون اللي هو طلبه. فاحنا ما بندخلش الحاجات دي، هو لازم يحدد شكل المنظومه بتاعته واحنا بنوافق له عليه، مفيش خلاف، كلنا موجودين وكلنا بندعم وكلنا ورا الجهاز الفني الجديد، لان ده بيمثل مصر. يعني احنا بنعمل كل ما نستطيع ان نعمله في حدود القنوات الشرعيه اللي بتتيح لنا هذا او يعني الاعتراض او التظلم او زي ما بنسميه بقى. يعني احنا وصلنا المباريات النهائيه وخسرنا بنالتيات، يعني احنا كنا على اعتاب الكاس العالم والتتويج بافريقيا، فاحنا مش قليلين ولا قصرنا ولا اللعيبه قصرت ولا الجهاز الفني السابق قصر، بالعكس احنا عملنا انجاز كبير جدا، ونامل بقى ان الانجاز ده يتوج المره الجايه ان شاء الله بالبطولات باذن الله.